ملاحظاته على مشروع الجديد لقانون الصكوك الإسلامية. الصك خلينا نقول هو كأداة تمويل أو أداة استثمار لها خاصية مختلفة عن السند ولها خاصية مختلفة عن السهم، لأن في حجمها وفي طريقتها وفي ملكيتها وفي الوقت بتاعها. هي أداة تم استخدامها أو يتم استخدامها في نظام التمويل الإسلامي كأداة رئيسية لعملية التنمية الاقتصادية في الدول. يعني هي أداة حجمها كبير شوية، يعني اللي هي ما فيش صك ب10 جنيه وب5 جنيه، وهي مش أداة ادخارية ولا هي مرتبطة بالتصنيف الائتماني للمؤسسة ككل، لا هي ليها خاصية مرتبطة بأصل ممكن يكون الأصل دوت تحت إدارة المؤسسة أو تحت إدارة البنك أو تحت إدارة الجهة المسؤولة عن دوت كأوبريتر أو كمشغل، لكن هي مرتبطة بحجم المنفعة أو الخدمات أو ملكية أصل معين لفترة محددة. ما هو موقع مصر على خريطة التمويل الإسلامي على مستوى العالم؟ يعني نحن في البداية حجم التمويل الإسلامي عالميا وموقع مصر على هذه الخريطة؟ أنا هجاوب على السؤال الأول بعدين أوضح لك الإجابة. إحنا مش موجودين على الخريطة أصلا، يعني للأسف مصر مش موجودة على خريطة التمويل الإسلامي ولا البنوك الإسلامية ولا الصناعة المصرفية الصيرفة الإسلامية كلها. مصر بالفعل بها بنوك إسلامية وبها بنوك تقليدية لها فروع إسلامية. تمام، خلينا بقى نقول الأرقام ونشوف ليه أنا كنت بستند لدوت. يعني حجم الصناعة المصرفية أو الصرافة الإسلامية في العالم بتتراوح بين حوالي يعني تقريبا مع نهاية 2012 1.6 تريليون دولار. حصة مصر من الخريطة ديت 1.3%، البحرين 2.4%، فإحنا أصغر من أصغر دولة في الصناعة دي أو حصتنا السوقية في العالم من المصارفة الإسلامية. فأنا بعتبر أنه بالمقارنة مع حجم مصر والاقتصاد المصري فإحنا غير موجودين. أسباب الكلام دوت أن إحنا ما عندناش بيئة تشريعية، لم نؤمن بوجود على التوازي وجود التمويل الإسلامي والصرافة الإسلامية جانب النظام التقليدي. طب الآن مصر بالفعل بدأت تخطو خطوات نحو تفعيل الدور التشريعي، هناك قانون للصكوك يناقش الآن وسيطرح قريبا، هل تتوقع أنه مع إقرار هذا القانون ستتجه أنظار المستثمرين في العالم نحو الصكوك الإسلامية في مصر؟ اللي أنا عاوز أكده أنه كل المؤسسات المالية العالمية واللي هي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية أو التقليدية منها ومنها العالمية ومنها الإقليمية كلها بتنظر ومنتظرة فعلا ان هي تدخل السوق المصري عن طريق أداة زي الصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع التنموية في مصر، لما لديهم من معلومات ان مصر واعدة والاقتصاد المصري واعد، واذا تحرك الاقتصاد المصري هيبقى فيه فوائد كبيرة جدا للمؤسسات ديت. وخلينا نتفق برضه ان 1.6 تريليون دولار الموجودين بس في الصناعة المصرية الإسلامية منهم 1.3 تقريبا موجودين مع البنوك الإسلامية. البنوك الإسلامية بتعاني من تخمة السيولة، زيادة أحجام السيولة. أبرز الأمور التي يجب أن يراعيها قانون الصكوك المطروح حاليا حتى يكون نواة لبيئة تشريعية للتمويل الإسلامي ككل. هو حقيقي طبعا القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي تدارك أمور كثيرة جدا ونواقص كثيرة كانت موجودة وعيوب وتشوهات كانت موجودة في القانون اللي كان مطروح قبل كده. القانون المطروح قبل كده كان قانون يعني كان مشروع قانون، واعتقد ان هو يعني لا نطلق عليه مشروع قانون لانه كان اي حاجه غير ان هو يكون مشروع قانون لاداه ماليه بالشكل دوت. الحالي اعتقد انه تم كان في موافقين فيه جدا المشروع، كان في مشاركه ايجابيه من كل الجهات المسؤوله او الجهات الجمعيات السوق الهيئه سوق المال كلها شاركت بايجابيه جديده جدا، فيها حاله من الايجابيه. هل هو جيد لان من طرحه هو حزب الحريه والعداله وحزب النور والجمعيه المصريه للتمويل الاسلامي؟ يعني هذه المنظومه السياسيه الاسلاميه هي التي طرحت هذا المشروع المعدل وبالتالي هو جيد؟ اي تنميه اقتصاديه مش مفروض ان هي تكون محسوبه على جهات، احنا خلينا نشوف الصالح للاقتصاد المصري، واذا كان دوت هيحقق حاجه للاقتصاد المصري ويعمل نمو حقيقي يبقى نتبناه كلنا، سواء كنا احنا معارضين او احنا مؤيدين، لان الموضوع احنا محتاجين لثوره اقتصاديه. احنا عملنا ثوره سياسيه والتاريخ بيقول انه اي ثوره سياسيه لازم يتبعها ثوره اقتصاديه، ثوره اقتصاديه يعني مفهوم ان انا اغير البيئه التشريعيه للصيرفه نخلق كل ما هو يمكن ان يؤدي الى قيمه مضافه خلينا نستفيد منه، خلينا ننمي نعمل تنميه حقيقيه. ما هو المستهدف من طرح الصكوك؟ يعني تتوقع انه مع بدء طرح اول صكوك في مصر
حجم الإقبال عليها والأموال المستهدفة من طرح هذه الصفوف؟ يعتمد على طريقة التطبيق. زي ما قلنا، احنا قلنا ان اللائحة التنفيذية للقانون مهمة جدا، يعني لازم تكون تشمل فيها كل متطلبات البنك المركزي المصري لكل الجهات اللي هتصدر صكوك اللي خاضعة للبنك المركزي المصري. ونفس الشيء هيئة الرقابة المالية، ونفس الشيء لوزارة التجارة. يعني كل ما هو مؤسسات يمكن أن تكون تحت مظلات، يجب المظلات دي تكون متطلباتها موجودة ضمن اللائحة التنفيذية القانون، وإلا هتبقى كارثة. يعني هنصدر صكوك كبنك، أروح عند البنك المركزي يقول لي أنا ما أعرفش عنك حاجة، أنا مش عارف فين المحددات، هتراقبني ازاي؟ ايه اللي مطلوب مني؟ ايه المعايير اللي انت المفروض ان انا افرضها على الـ على الـ على الصك اللي انا هصدره؟ يعني الكلام ده لازم يكون موجود. هذا يتعلق باللائحه التنفيذيه، ولكن انا ما اقصده ان هناك بعض الارقام التي تصدر تقول انه بمجرد طرح السوق الاسلاميه سياتي الى مصر 100 مليار دولار، 200 مليار دولار، يعني ارقام ينظر اليها البعض على انها ستاتي الى مصر فور طرح السقوف الاسلاميه. لا، الموضوع اصلا مش بالسهوله ديت، ولا اعتقد انه اللي يعني اللي بيقول كده مش شايف الوضع العام. يعني هو طبعا هي ممكن تؤدي الى ده، بس باشتراطات كثيره جدا وليس بسهوله انه بكره هيدخل 100 مليار. لا، الكلام ده مش موجود. طبعا هيحصل تكالب، هيحصل اكتتابات، وممكن تبقى الاكتتابات تغطى بثلاث اربع مرات من جهات دوليه وجهات اقليميه ومؤسسات ماليه. طبعا هيكون كله مؤسسات ماليه، يعني خلينا نتفق المؤسسات الماليه هي اللي عندها القدره انها تدخل في اداء بالحجم ده. زي ما قلنا الصك مش هيكون اقل من 100,000 دولار يعني ثمنه، يعني مش صك ب 5 جنيه وب 10 جنيه. مفيش فكره الصكوك الشعبيه دي، فكره كان اختراع بتاعنا احنا، او احنا بس هنقوم بيه في العالم كله. يعني ايهما كان اولى، ان تبدا في طرح قانون للصكوك ام تقوم بعمل منظومه كامله للتمويل الاسلامي في مصر يكون الصكوك جزء منها؟ تمام. انا اللي كنت بنادي بيه دايما، وفي كل المحاضرات بتاعتي في المؤتمرات اللي شاركت فيها وفي كل الدول، يعني ان ده لازم مصر تتحول لمركز للصناعه المصريه الاسلاميه. تتحول ازاي لمركز للصناعه المصريه الاسلاميه؟ روجيكتا بقى، لازم نعمل بيئه تشريعيه خاصه بالبنوك الاسلاميه والتمويل الاسلامي والتمويل العقاري الاسلامي والتامين الاسلامي، وبعدين نحط ده كله بقى مع الصكوك الاسلاميه، ويبقى عندنا بيئه تشريعيه كبيره جدا، انه فعلا دوت ممكن يحرك مصر. عشان نرجع للسؤال بتاعك اللي كان حصتنا ممكن تروح فين، احنا اقل شيء لازم يكون عندنا حصه 20% من الصناعه ديت، لان احنا ممكن نكون مركز للصناعه المصريه الاسلاميه على مستوى الشرق الاوسط. احنا عندنا كل المؤهلات وكل عوامل النجاح. احنا دوله فيها اكثر من 80 مليون عقل، عندنا بشر، عندنا القوه المان باور، عندنا الازهر ممكن يكون هو الجزء المكان اللي يصدر منه التشريعات للصناعه ديت على مستوى العالم كله، لانه مكان موثوق فيه. عندنا الخبرات المصرفيه اللي تقدر تقوم الصناعه ديت وتعمل فعلا طفره ونهضه اقتصاديه حقيقيه، وتقدر تمول المشاريع سواء بقى بالصكوك سواء عن طريق التمويل المباشر من البنوك الاسلاميه. وصلنا معا الى ختام حلقه هذا الاسبوع من برنامج عين على مصر. الاسبوع القادم حلقه جديده واحداث جديده. الى اللقاء. شريط المعلومات برعاية كتار هوسبيتاليتي. للإعلان على شاشة CNBC عربية يرجى الاتصال على الأرقام التالية.